peace on the beat, set me free. What's that crap, Papa, know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Stand. I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life. My it's my life. It's my life. My it's my life. المعركة بتتكلم راجل مدرب سباحة الجولد جيم. احنا عندنا هنا في الجولد جيم بنعلم اربع انواع للسباحات، هي سباحة الكرول او الحرة، وسباحة الباك او الظهر، سباحة الصدر اللي هي البريست، وسباحة الباتر فلاي اللي هي الفراشة. فوائد السباحات بالنسبة للاطفال ان هي بتزود القدرة البدنية بتاعت الجسم، اللياقة البدنية بتاعت الطفل، ويفضل طبعا احنا نعلمها للاطفال منذ الصغر. يعني ممكن نبدا هنا عندنا في الجيم، نبدا من سن الثلاث سنوات لحد اكبر سن موجود في الجيم، مش مشكله، بس بيكون عندنا افضل يعني سن نقدر ندرب فيه هو سن الاطفال الصغيرين من اول ثلاث سنين، بحيث ان هو يقدر مره بمره بيقدر يتعلم المهاره بتاعته، وبيقدر ان هو واحده واحده بيتقدم ويقدر يخطط المستوى بتاعت السباحه. يعني لو قلنا كل سباحه ممكن تقعد مع طفل ممكن يقدر يشتغل فيها لمده شهر او اكتر شويه، بس بيقدر يجتازها بعد كده، وبالتمرين بعد كده بالاستمرار بيقدر يجتاز المراحل القديمه بتاعته. لو كان لسه ما اجتازهاش بطريقه بمستوى فني عالي، بيقدر لما بياخد السباحه الثانيه مع مراجعه السباحه الاولانيه بيقدر مره المستوى بتاعه يزيد.